قعد هنا معايا وكان حكى لي، ما كنت بكلمه وانت بتلعب في اليونان وكذا، قال لي اه، قلت له كابتن مجدي، قال لي اه ده ليجند، يعني واحد من العظماء في كرة القدم في اليونان كمحترف يعني مصري في اليونان، وقال لي انا لعبت ضده مباراة وكذا. واعتقد ان انتوا تقابلتم في هذه الصورة احتفال اللي انتوا النجمة اتقابلتوا العشرة فيها في حفل النجمه العشره اللي كان في النادي الاهلي. ايه رايك في موسيماني وفي اسلوب موسيماني بشكل عام؟ وقلت ايه في الحوار ده او في الصوره دي؟ فكرنا برضو. الحوار ده انا كنت رايح اسلم على سيد سيد عبد الحفيظ، كابتن وسيد عبد الحفيظ الحفيظ، اه وبيتسو عشان اسلم عليه وابارك له، لان عرفت انه كان بيلعب في اليونان. اه فانا لما سلمت عليه فبص لي كده مش عارف افتكرني ولا إيه، ولا سيد، وسيد قال له مجدي طلبه، ف هو جه قال هنا الشكل يا كابتن معايا. الشكل مختلف. اه فقال لي بقى لحظه بس عشان نتصور صوره. فانا قلت له ده انت متواضع قوي تصور صوره. فصورنا صوره، فبيكلمني بيقول لي انا لعبت معاك هناك وفكرني يعني. اه فبسطت جدا بالوقفه معاه. اما بالنسبه لبيتسو ومشواره مع النادي الاهلي لغايه دلوقتي، هو مشوار اه راجل فيري هامبل يعني الحقيقه. اه انا بعتقد ان مشواره ناجح جدا بتميز لغايه دلوقتي، اوكي لانه البطولات اللي اشترك فيها، معظم البطولات اللي اشترك فيها خدها. وما تنساش انه الهيدك بتاع الحصول على البطوله والشو والمشوار بتاع البطوله نفسه، وانت جربت ده، كلنا جربناه جوه النادي الاهلي، بيبقى مرهق، مش سهل سهل علينا، طبعا. مش سهل ابدا طبعا انك تطلع من بطوله تاخدها وبعدين تخش بطوله تانيه تاخدها، تطلع من بطوله تانيه تاخدها، لا في هيدك كبير جدا. وارد اللي انا بقوله انه لعبتنا في الفتره دي ما كانتش لسه تستحمل يعني هي ممكن تستحمل الفترات الجايه بقى، واخد بالك؟ ده الماتش اللي انت لعبته ضد موسيماني، طبعا موسيماني مش ظاهر قوي، بس انت اللي جايب جون، يعني كابتن ده مجدي اللي جايب الفاول الجون. يعني. وبص ده الجون ده اللي انت جايبه. انا نفسي افهم انتوا جايبين الحاجات دي ازاي؟ ما ليه يا كابتن، احنا ما يعني اي حد يجي يا كابتن لازم، وخصوصا الحاجات ان دي يبقى كانت عندي عندنا نجم زمان كبير وضاعت زيك. كلها، مش عارف اجيب حاجه منها. قول لنا واحنا نجيب لك اللي انت عايزه، بتكله بثمنه. اه اتفضل يا كابتن. فبقول لك القصه حتى في البطوله اللي ضاعت مننا، لان اللعيبه بتاعتنا كانت في الدوري تقصد؟ في الدوري. اوكي. اللعيبه بتاعتنا ما كانتش لسه تستحمل الضغوط المتراكمه دي. مرهقة. الضغوط المتراكمه دي، ما يعني اللي ورا بعض ما كانتش قادره تستحملها بشكل كبير. اعتقد ان الفتره اللي جايه خلاص هيبقى عندهم حصانه بقى، او هيبقى عندهم هيقدروا يوازنوا الموضوع. يبقى خد اللقاح ايوه. بتاع، مش بتاع، مش بتاع كورونا. مش بتاع كورونا، هم اللقاح خدوه. بتاع ضغوط البطولات، ضغوط البطولات. فيبدا طيب. يتعود عليها بشكل كبير. المنتخب الوطني سريعا جدا يا كابتن، رايك في اداء منتخبنا الوطني حتى الان مع كارلوس كيروش؟ وراجل عامل شكل، تحس ان هو عامل حاله برضو مع المنتخب. خلي بالك يا اتفضل. اسلام، ان انت النهارده بتتفرج على منتخب مصر في كاس العرب، في اسامي كتيره اول مره بتشتغل مظبوط. ودي. فهو يعني احنا عايزين نتفق على ان كارلوس كيروش من المدربين، هنقول بين قوسين، مدربين المنتخبات الممتازين. اوكي. ليه؟ لا بقول الكلام ده ليه؟ مش بناء على انا ما اعرفوش، بس بنتكلم على ما اعرفوش شخصيا يعني، انما بنتكلم على النتائج بتاعته بتقول كده. مع كل مع الفرق كل الفرق اللي اشتغل معاها ووصل بيها كاس عالم مؤخرا، ايران او اربعه، اخيرا ايران. اخيرا ايران لفتره طويله كان معاها. فنتكلم في انه عنده الخبرات دي، وهو عاوز يعمل تيم مكون من 30 40 لعيب يبقوا عنده في الاجنده، يختار بينهم. يختار منهم دايما في المباريات. اوكي. وانت عارف ان الماتشات الدوليه كتير جدا بيحصل لك وانت بتجمع التيم بتاعك يقع منك واحد او اتنين في الماتشات بتاعت الدوري او في البطولات القاريه بتاعت الانديه الكبيره صح. زي الاهلي والزمالك. فهو عايز يعمل حصيله كبيره تبقى موجوده عنده فما تزنقش عشان يشتغل بيها في وقت الازمات. اوكي. فالتحضير ده كله لابد ليه من ثمن، او لابد ليه من ضريبه هتدفع. ايوه. فالضريبه اللي هتدفع هي ممكن تبقى ايه؟ تبقى شويه توتر في الاداء، تبقى شويه عدم توازن في الاداء، انما
المهم هنا والايجابي جدا ان مع عدم التوازن ده انك بتكسب. اوكي، مصر وتونس مين يكسب الماتش ده؟ ان شاء الله مصر. متاكد يعني ما فكرتش؟ لا ان شاء الله مصر هتكسب، لان تونس مش المغرب والجزائر دلوقتي. لا احنا اقوى في بالمجموعه اللي موجوده دي، لا احنا اقوى. يعني الماتش اللي عملناه مع الجزائر يديني تفاؤل ويديني انطباع ان احنا ان شاء الله نعدي ماتش تونس. ماتش السوبر اخيرا، ماتش السوبر الاهلي والرجاء الاقرب من وجهه نظر كابتن مجدي طارق؟ ما فيهاش. لا طبعا كلنا بنتمنى الاهلي، لكن وجهه نظر فنيه حتى بالامور الفنيه طبعا الاهلي اقرب. طبعا الاهلي اقرب. كابتن مجدي شرفت ونورت، وبشكرك جدا على ان حضرتك قبلت الدعوه ان انت تكون معانا النهارده في وقت متاخر. انا عارف ان انت بتصحى 6 و7 الصبح، ولكن انا بشكرك جدا على وجودك معانا. شكرا جزيلا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا. انا اتشرفت بيك جدا النهارده، واتشرفت بجمهور النادي الاهلي وجمهورك في تواجدي معاك، وبشكرك جدا، واتمنى تكون الحلقه كويسه بالنسبه للناس. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مجدي طلبة. زي ما حضراتكم شفتوا الحلقه النهارده كانت الحقيقه مليئه بالاخبار الساره وحكايات رائعه ولطيفه جدا ودروس مستقبليه.